السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الأمر المباشر من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا محمد بالجهر بالدعوة، بدأ في الوقت ده إزاء المشركين لسيدنا محمد والكل اللي معاه، لأن في الوقت ده كانت قريش ليها قيمة كبيرة جدا بين العرب، وكانوا خايفين على هيبتهم وسادتهم بين العرب، وخايفين كمان على تجارتهم. وكان خصوصا ان الحج كان قرب، فترة الحج قربت، وطبعا هيجي قبائل كتير جدا من كل العرب علشان يأدوا فريضة الحج، لان فريضة الحج كانت العرب بيأدوا مناسكها قبل الاسلام طبعا ما ينزل، بس كان ليها طريقة تانية معينة هنبقى نحكي عليها ان شاء الله في فيديو مخصص ليها. خلينا في موضوعنا، نرجع لموضوعنا. فلما بقى خافوا من ان العرب تيجي وتسمع عن دعوة سيدنا محمد للإسلام وعن قراءته للقرآن، وخصوصا بقى إن لو القرآن سيدنا محمد قرأه على حد لانت له القلوب والجوارح، ومن هنا بدأت الحرب على سيدنا محمد من قريش. فأول حاجة عملوها ابتدوا يفكروا يعملوا إيه، فراحوا لسيدنا محمد وقالوا له إحنا هنوصل لحل مع بعض. إيه هو الحل ده؟ إحنا هنعبد إلهك عامة وإنت تعبد إلهنا عامة، عشان طبعا لما يجي القبائل العربية سيدنا محمد ما يبدأش يكلمهم عن الإسلام، وانتشر الإسلام في الوقت ده في الجزيرة العربية. فسيدنا محمد رد على سكت خالص لما قالوا له كده، ونزل سورة طبعا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآيات. بعد كده في راجل اسمه النضر ابن الحارس، الراجل ده كان من كفار قريش، ويعني كان اكتر الناس عداء مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الراجل ده كان من الناس اللي هي عارفة كتير عن قصص القيصر والروم وكل القصص والحكايات دي، فكان مجرد ما سيدنا محمد يروح عند الكعبة ويقعد يقرأ القرآن للناس ويحكي للناس عن القرآن، يجي الراجل ده ويقعد يحكي لهم عن قصص القيصر والروم، يحاول يشغلهم ويشتتهم عن الإسلام. بس طبعا الناس ما كانتش بتلتفت ليه خالص، وكانوا بيحبوا يسمعوا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت ناس تدخل في الإسلام، وبدأوا كل واحد كان عنده عبد كده، عنده يعني من الناس اللي هم سادات قريش كان في عبد عنده ان هو سمع عليه ان هو أسلم، كانوا بيعذبوه. وكان من أول الناس اللي تعذبت كان سيدنا عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، وكانوا من دول بيتعذبوا عذاب محدش يستحمله. عشان نعرف يا جماعة ان الإسلام ما وصلناش بسهولة، لدرجة ان السيدة سمية استشهدت، ودي كانت اول شهيدة في الاسلام، وهي السيدة سمية ام سيدنا عمار ابن ياسر. وبعد كده ابتدى العذاب يشتد قوي، وكان من اشهر برضو الناس اللي اتعذبت جدا كان سيدنا بلال، ده اشهر واحد اتعذب. كان يقال ان هو يسحل في الرملة، تخيلوا بقى الحر، شدة الحر والحر الشديد ده، كانوا بيسحلوه في الرملة، بيربطوه في حصان ويسحلوه في قلب الرملة في الصحراء، فكان بيتعذب جدا وما كانش يقول غير احد احد، وكان بيمر عليه سيدنا محمد ويقول احد احد. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اشتد بيه الحال قوي ومن إزاء الكفار. فجي في يوم من الأيام في شخص من الصحابة يدعى حباب، وكان بيشوه على النار كده، يعني من شدة التعذيب كان بيتشوي على النار. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام جالس عند الكعبة، فراح له قال له إيه، قال له يا رسول الله أما تدعو لنا، يعني ما جاش الوقت، ما أذنش الوقت إن أنت تدعو لنا بقى إن إحنا ننتصر. فسيدنا محمد رد عليه قال له إيه، قال له اصبر، إنه كان يأتي بالرجل فيما كان قبلكم فيحفر له حفرة فيضع في منتصفها جسده ثم يشق بالمنشار ولا يرده ذلك عن دينه، والله والله يا حباب لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب حتى لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فيعني اصبروا، كانت رسالة من ربنا ليهم ان هم يصبروا على الأذى. يعني بعد كده قال لهم بعد كده ان الإسلام هينتشر، وان الإنسان لما يقول ان هو مسلم هيقولها بعلو صوته وفي أي مكان، محدش هيقدر يمنعه ومش هيخاف من حاجة. وكان سيدنا أبو بكر الصديق من أشد الناس طبعا إيمانا بربنا وإيمانا بسيدنا محمد، وزي ما قلتلكوا في القصص اللي قبل كده، يعني طول رحلة السيرة النبوية إن شاء الله هنتكلم عن مواقف كتير جدا لسيدنا أبو بكر الصديق.
ففي القصة دي من ضمن مواقفه ان هو كان بيروح للناس اللي بتتعذب، اللي دخلوا الاسلام وتعذبوا، كان بيروح يعتقهم ازاي؟ ان هو كان بيدفع من ماله، لان هو طبعا سيدنا ابو بكر كان معاه فلوس كتير جدا، فكان بيدفع من ماله علشان يعتق الناس اللي بتتعذب دي. يروح لأي واحد كده بيعذب شخص وكان يعتقه، ومن ضمن اللي اعتقهم كان سيدنا بلال. حتى يعني سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه؟ ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، مقولة من مقولات سيدنا عمر بن الخطاب. فكان سيدنا ابو بكر لما يعتق حد بقى يروح يروح البيت ووالده يقول له انت يعني اعتقته ليه؟ ان هو يعني ضعيف ومش هينفعك بحاجة، ايه اللي بيخليك تعتقهم؟ طبعا كل اللي بيعتقهم بيبقوا عبد ضعيف، ما هوش طبعا ناس اقوياء وكده، فبيقول له ايه اللي خليك تشتري فلوس تدفع فلوسك فيهم؟ فيرد عليه سيدنا ابو بكر يقول له ايه رضي الله عنه، طبعا قال له ايه؟ اعتقهم لوجه الله، لا اريد منهم شيئا. وفي الوقت ده نزل آية في القرآن عن سيدنا، آيات القرآن عن سيدنا ابو بكر الصديق، وربنا قال ايه؟ وسيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآية دي كانت عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد كده مرت بقى الأيام، وجي بقى قالوا طاروا طبعا الكفار في أمر النبي، فقرروا ان هم يرسلوا اليه رجل اسمه عتبة ابن ابي ربيعة. فالراجل ده كان يعني الناس بتسمع كلامه شوية، وكان علامة باللغة العربية جدا. فراح لسيدنا محمد وقال له، قال لهم انا هحاول اوصل لكم كده الحل معايا. فراح له وقال له يا محمد اذا كنت تريد مالا جمعنا من اموالنا واعطيناك حتى اصبحت اغنانا، وان كنت تريد سادة فسيدناك علينا، وإذا كنت تريد زواجا زوجناك، وإذا وقعد يعرض عليه كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها إن هي تخلي الإنسان مش خلاص في الدنيا، تغنيه في الدنيا عن كل حاجة. سيدنا محمد ساكت، وهو طبعا في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، ما اتكلمش خالص، ولا هو لأن سيدنا محمد رسالته مش عشان هو مش عايز حاجة في الدنيا، هو عايز الآخرة. فبعد ما سكت خالص، فقال له، رد عليه سيدنا محمد قال له إيه؟ أفرغت يا أبي الوليد؟ يعني خلاص خلصت؟ فقال له اه. بعد ما قال له اه خلصت، فبدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليه آيات من القرآن، وهي سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لحد ما وصل لآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أول ما بدأ يقول الآية دي، فقام عتبة بن ربيعة وحط إيده على بق النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، أصمت أصمت. يا هو عارف صاعقة عاد وثمود دي كان شكلها ايه، وسامعين الكلام ده كله وعارفينه. فهو اول ما بدأ ينذرهم بقى زي بصاعقة من ديت، فبدأ يعني القرآن يدخل قلبه. فلما رجع تاني للقوم قالوا له ايه؟ لقد جاءنا بوجه غير الذي ذهب به، يعني ده جاب وجهه طالع لينا بوجه غير اللي كان رايح بيه لمحمد. فقالوا له هو قال لك ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم ايه؟ قال ما هذا بكاهن ولا شاعر ولا ساحر، يا قوم خلوا بينه وبين العرب، فان غلبت العرب عليه كفتكم، وان غلب عليهم فأصبح عزه عزكم. يعني لو سيبوه هو والعرب، لو العرب قتلته يبقى خلاص كده انتوا خلصتوا منه، ولو هو انتصر على العرب يبقى في الوقت ده هيبقى عزه عزكم لأن هو منكم. فقالوا ايه؟ ذهبوا الناس طبعا، مشيوا الناس عنه، وقالوا ايه؟ لقد سحر ابن ربيعة، لقد سحر عتبة بن ربيعة، سحره محمد. فبعد كده بقى قالوا يدوروا على حيلة تانية. فيعملوا ايه؟ دوروا على واحد تاني برضو يعني ليه كده برضو شأن في العرب، وكان اسمه الوليد ابن المغيرة.
الوليد بن المغيرة ده كان طبعا من سادات قريش، وبالمناسبة هو والد سيدنا خالد بن الوليد، ان شاء الله هنحكي عنه لما نيجي لوقتها ان شاء الله. فكان الوليد بن المغيرة ده برضو راح، بس ده بقى نزل آيات في القرآن هنقرأها ان شاء الله مع بعض عنه وعن شدة كفره وعن اللي ربنا ان شاء الله هيجازيه بيه. ليه؟ لأن الراجل ده يعني هو سمع الكلام وعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، ورغم كده كذبه، وهنقول هنحكي دلوقتي قصته. قال ايه بقى؟ طار راح، لما راح للرسول عليه الصلاة والسلام وابتدى يسمع القرآن منه، فرجع ليهم قالوا له قول لنا ايه اللي انت سمعته وايه اللي حصل. لما رجع لقريش تاني، لقبائل قريش، قال لهم جملة مشهورة جدا لما سألوه عن القرآن، قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أدناه لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. فبدأوا الناس يقولوا له ايه اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش، احنا عايزينك تقول جملة او حاجة كده للناس، نحاول ان احنا نوصل الناس ليها ان انت طلعت من عند سيدنا محمد، من عند محمد بيها، انما الكلام ده مش هينفع ان انت تقوله. فبدأ يفكروا، قالوا له طب نقول كاهن، قال لهم لا انا عارف الكهنة، طب نقول مجنون، قال لهم لا، لان هو معروف بينكم ووسطكم ان هو مش مجنون، هو يعني اعقل الناس طبعا. فبدأوا يفكروا في حيل يقولوها لحد ما قال نقول عليه ساحر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. لا إله إلا الله. يعني ربنا أمر أو توعد لي في القرآن إن هو سيصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، يعني اللي هو وعده بالنار، والعياذ بالله، ربنا يرحمنا. لأن ده من الناس اللي كانت أو اللي أطلقت على سيدنا محمد إن هو ساحر، ورغم إن هو عارف إن الإسلام على حق وعارف إن سيدنا محمد على حق، ولكن كذبه طبعا ومشي وراء الناس اللي قعدوا يقولوا له ما ينفعش تقول كده، اللي هم الكفار طبعا، وممشيش وراء عقله. وبعد كده بدأوا في الوقت ده تعذيب سيدنا محمد وتعذيب اللي معاه. فبدأوا يعذبوا سيدنا محمد في يوم من الأيام، كان أبو جهل قاعد حوالين الكعبة هو والسادات قريش، فقال لهم إيه، هو كان سيدنا محمد متعود إنه يروح عند الكعبة ويصلي، فجاء أبو جهل قال لهم والله لو دخل محمد الكعبة ليصلي لأطأن عنقه برجلي ولأعفرن وجهه في التراب، فداك أبي وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الوقت ده دخل سيدنا محمد وبدأ يصلي، وأول ما بدأ يصلي قام أبو جهل عشان يعمل اللي قال عليه بقى لسادات قريش. فأول ما قرب، ابتدى يقرب كده لسيدنا محمد، قعد يعمل بإيده، يدفع بإيده كده ويرجع لورا، هو خايف ويرجع لورا وخايف. فقالوا له ما بك يا أبو جهل، مالك، في إيه؟ قال لهم قد رأيت خندق من النار بيني وبينه، يعني وهو رايح يقرب لسيدنا محمد شاف خندق من النار بينه وبين سيدنا محمد. فسيدنا محمد قال وقتها، قال إيه صلى الله عليه وسلم، قال جعل الله بيني وبينه خندقا من النار، والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فنزل قول ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا
لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني ربنا في القرآن قال له ايه؟ فليدع نادية، يعني ينادي اللي هو عايز يتفشخر قدامهم كده ان هو هيعمل كده في الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فليدع نادية، سندع الزبانية، والزبانية دول ملائكة من النار، ملائكة من جهنم. فقال لو قرب ليه كانت الملائكة تخطفته في جهنم طبعا عضوا عضوا. سبحان الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. بدأوا إزاء النبي عليه الصلاة والسلام واشتد الإزاء بيه، درجة إن هم في يوم من الأيام كانوا قاعدين، والنبي برضو كان بيصلي حوالين الكعبة، مواقف كتير النبي حوالين الكعبة، بس احنا بنحاول إن احنا نوصل يعني أشد المواقف اللي مر بيها النبي عشان تحسوا قد إيه إن هو عانى في الرحلة ديت، وعانى عشان يوصل لنا احنا رسالة، ويوصل لنا احنا الدعوة الإسلامية والإسلام. بس احنا دلوقتي للأسف كتير مننا إلا من رحم ربي بيحاول يفرط فيه، وربنا يرحمنا جميعا يا رب، وينصر الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. فمن ضمن بقى الحاجات اللي اشتد بيها، وهي برضو حاجة مشهورة جدا وبرضو كانت عن أبو جهل، وهو قاعد كده في برضو في الكعبة، فقال لهم أليس منكم رجل يأتي بسلل الجزور، اللي هي أمعاء الجمل الميت كده متعفنة، والعياذ بالله. طبعا ربنا يا رب كده يعني يرحمنا برحمته، لما الإنسان بيموت ويتعفن ما تتخيلوش ريحة لا تطاق. فهو ده حيوان ميت متعفن وهو مرمي كده، فبيقول أبو جهل مفيش حد منكم يجيب أمعائه ويرميها على محمد وهو بيصلي. فقام واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط. عايزة اقول لكم ان عقبة بن ابي معيط ده هيبقى ليه قصص معانا ان شاء الله، يعني مش شايفين هو عمل ايه، بس الحياة هتتغير تماما، هنشوفها مع بعض ان شاء الله قدام شوية. فراح عقبة ده قال انا اعمل كده، فراح جاب الاحشاء بتاعت الجمل وحطها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فداك ابي وامي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اكثروا من الصلاة على النبي لعل الله يعني يرحمنا بيها ان شاء الله. فبدأ لما يعمل كده، الرسول كان ساجد، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع رأسه كل الناس واقفة بتتفرج عليه، والناس مش قادرة تعمل له حاجة. فأول والسيدة فاطمة جاية وبتشيل من على ظهره الحاجات ديت وهي بتبكي. فأول ما رفع رأسه سيدنا محمد قال ايه؟ قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأبو جهل. وأول مرة كان الرسول يدعي عليهم. الناس دي طبعا كلها هتتقتل في الحروب إن شاء الله، وربنا هيجيب للنبي حقه بإذن الله. وبعد كده جه الراجل شخص اسمه أبو البختري. أبو البختري ابن هاشم ده كان مشرك، ما كانش مسلم. فأول ما شاف النبي كده قال له ما بك يا محمد؟ قال له ألقوا على ظهري سلل الجزور. فضايق جدا، قال إزاي واحد بقيمة محمد، هو مش قيمته كنبي، هو لسه ما أسلمش، بس هو بقيمته بين العرب إن هو قبل حتى الدعوة للإسلام كان ليه قيمة بين العرب، وكانوا بيقال ليه صادق الأمين، وكان ليه شأن كبير جدا بين العرب. فهو اتضايق إن هو إزاي واحد بقيمة محمد يتعمل فيه كده. فدخل فلقى الناس مجتمعين وبينهم أبو جهل، قال لهم من الذي فعل هذا بمحمد؟ فعرف إن أبو جهل هو اللي حرض على كده، فدخل وخد عصايته وضرب أبو جهل بيها على دماغه ففتح رأسه. أول ما اتفتح دماغه الناس قايمة بقى عشان تضربه وكده، فجه أبو جهل قال لهم اتركوه، لقد وقع يريد محمد أن يوقع بيننا وبينه البغضاء، يعني وثم ينجو هو، يعني سيبوه ده محمد بيوقع بيننا وبينه، فسيبوه ما تجوش يمه. فدي من مواقف كده اللي مر بيها سيدنا محمد ومرت بيها الصحابة. كان في يوم من الأيام الرسول بيصلي برضه في الكعبة، وهو بيصلي ناس واحد من الكفار قام وخلع رداءه وقام خنق بيه سيدنا محمد، ويعني كان يكاد يموت خلاص، هيتخنق وهيموت لولا مر سيدنا أبو بكر الصديق. هنقعد نحكي كتير جدا عن سيدنا أبو بكر ومواقفه،
يعني أتقى الناس بعد سيدنا محمد في الإسلام كله والمسلمين كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويعني ما يعني يستحق اللي ربنا قاله له في القرآن، ويستحق المنزلة اللي هو حينالها إن شاء الله في الآخرة، ربنا يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. فهو بيطوف وهو ماشي بقى، سيدنا أبو بكر شافه فدفع الناس عنه وقعد يقول لهم إيه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فقاموا الناس سابوا سيدنا محمد وراحوا لأبو بكر وقعدوا يضربوا فيه لحد ما جسمه كله بقى يجيب دم. وبعد كده حملوه ودوه على البيت، وأول ما راح البيت أمه كانت طبعا مشركة ما كانتش مسلمة، فقالت له: يا بني قل شيء. فيقول رضي الله عنه: والله لا أذوق شيئا حتى أرى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فشالوا سيدنا أبو بكر الصديق ودوه عند النبي، فدخل وانكب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقبل النبي ويبكي من شدة حبه وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت يعني من الحاجات اللي الرسول اتأذى بيها كتير وصبر عليها، لأن هو ربنا قال له في القرآن: واصبر واصبر لحكم ربك، يعني اللي انت هتشوفه اصبر عليه. وكان بيستعين سيدنا محمد بقيام الليل عشان يصبر بيه على أذى المشركين لحد ما يجي النصر من عند ربنا. ده كان جزء من اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شافه، ولسه ان شاء الله هنحكي تاني، بس عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده، في حاجات كتير مر بيها النبي هو والصحابة هنحكيها ان شاء الله مع بعض. بس ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتكثروا من الصلاة عليه، وتنصروا دينكم ولو حتى بمعلومة بسيطة كده تشيروها، لو فيديو صغير زي ده وشيرتوه اكيد ليكوا جزاء وليكوا ثواب، الاجر ان شاء الله عند ربنا. وما ننساش ندعي لاخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويداوي جرحاهم. اللهم امين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم امين. يلا ما تنسوش بقى اللايك، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية هنكمل السيرة النبوية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.